مرحبا، اليوم عنا الفيديو عن تنشيف الدخان. بعد ما نطف الدخان ونشكه منفرطه بقلب خيطان ومنعلق الخيطان على مساطيح يعني مناشر. مثل ما انتو شايفين هذا الورق اول ما نعلقه على المسطاح بيكون اخضر، وهون بعد ما صار مر عليه شهر شايفين الفرق بين اول يوم وثاني يوم من تعليقه وبين مرور 30 يوم بيكون اخضر اخضر، بعدين بنشف من الشمس. هيك بنشف تنشيف طبيعي، مش بالفرن او باشي تاني، بنشف تنشيف طبيعي من الشمس. مثل ما انتم شايفين احنا منغطيه علشان كان يصير عندنا ندى وضباب، فقسم منه مش مغطينه لانه خلص خلص الندى. هذا صار مر عليه تقريبا 3 اسابيع، اسبوعين ونص ل3 اسابيع، مبين يعني بالمرحلة الوسطانية من التنشيف. وهون عنا الدخان صار ناشف بالمرحلة الأخيرة يعني بتكبش. ليش مننشف الدخان؟ مننشفه عشان تكون السيجارة أطيب وتكون السيجارة ما فيهاش طعم خضار، بتعودش تتدخن. مثل ما انتو شايفين كمان قدامكو، هون نجمع كل 6 خيطان مع بعض وبنعملهم كبش. نجمع كل 6 خيطان وبنربطهم من الجهتين من الطرفين وبنركب شنقل، يعني راح تشوفوه بالفيديو، عشان نعلقه كل 6 خيطان مع بعض وبنعملهم كبش. وهذا الكبش بعد ما نجمع الخيطان مع بعضها بنربط الخيطان ببعضها، بنربط الراس بالراس وبنربطهم من الجهتين من فوق ومن تحت، علشان وقت ما بدنا يعني يكون بعد فيه خضار شوي صغير او وقت ما بدنا نطريه نقلبه، نعرف نقلبه. فلما انت تربطه من فوق ومن تحت، لما تمسكه من تحت وتقلبه رح يفتح كل الورق يلي جوا، فالشمس رح توصل لجوا ولبرا بعملية القلب. هيك هذا الكبش جاهز للفرن. بس ايش بده؟ بده يطرى. كيف بطرى؟ بطرى بالعملية الطبيعية، بنحطه تحت الندى وبطرى، وبعدين بنفرمه وبصير دخان يتدخن، وهذا هو الدخان العربي. هيك بتتم العملية، عملية التنشيف للدخان العربي. مثل ما انتم شايفين انه طري الدخان لانه الدنيا كانت مندي. وهي هي الكبوش، بتكون هيك هي جاهزة، يا منبيعها مثل ما هي هيك على الكيلو منبيعها، او منفرمها ومنبيعها دخان مفروم. شكرا لكم، وهيك بنكون وصلنا لاخر الفيديو.